Mahoun? Mahoun? Khawlo Mahoun, tin usma'un bal-iqra? La, mish Mahoun. Mish Mahoun. Shufi, ya Fadi. Shufi, am tahki lahalak bahal-lil. Ma badak tnir? Nek? Min wain ba'da bijini nom? Umisma'i, umisma'i. Shufi, Shufi, Shufi. Khawlo Mahoun, wurtu an jiddu la jiddu ba'i sah? Eh, sah. وعرفنا بالخبرية وانبسطنا وقلنا له مبروك. اوكي. مش بس وانتو باي يمكن كمان يكونوا وقت للملايين. شو؟ شو عم بتقول؟ انا عم بقول الورق عم بيقول اسمعي جده لجد جده لمخول يعني مخول الثالث عشر الله يرحمه كان من اهم تجار الذهب بايامه لما توفى كان في عنده بحدود 30 تنك الذهب الورثه لقوا بس 10 مطمورين بجنينه بايت من بيوته بلندن يعني بعد في عندهم 20 تنك الذهب ضايعين شو خاص تتخلوا المعلم مخول بالموضوع وصل لك بالحديث عم بيقولوا بالمكتوب انه يمكن يكونوا هال 20 تنك الذهب موجودين بجنينه البايت اللي ورثوه خولو مخول في حال لقون لازم يعطوا خبر لكل الورثة حتى يتقصمون يعني شو؟ يعني شو؟ يعني استدخلوا المعلم مخول صاروا مليونيرين؟ شفت حياتي؟ الحظ ما بيجي لمين مكان لا الحظ بيجي لمين مكان شفت انت قدي عندك حظ لحتى تجوزتني حياتي انا عندي حظ بس حظ عاطفي حياتي معقول يكون حدا عنده حمى مثل حماتي ويكون حظه منيح لكن كريم اوعى هالقصه تخبريها لحدا بس بدنا نخبرها لاصحاب العلاقه شو قصدك تقول؟ انه انا سني طويل؟ انا سعيد؟ ما انت بالحظ ما حد بس قصدتها شو يعني اوعى كريم تخبري حدا يعني انت لسانك طويل وما تطول لسانك لا مش هيك قصدي حياتي لا بس عم بقول لك انه انتبهي ما يزل لسانك قدام حدا لا حبيبي ما يزل لساني قدام حدا ليش بده يزل؟ شو حمار انا لحتى يزل لساني وخبر هيك شغلي لمين ما كان؟ فادي هيدي شغلي ما بتتخبر هيدا سر وانا مين ما سلمني سره بحفظه وما بخبره لحدا لوين 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 بدي علقها فوق كريم كريم بدي علقها بدي علقها ما الحق عليكي حق علي انا صدقتك ما راح تخبري حدا
يوصل الدوك مخول والدوك خولة تبقوا وعوني. يلا كيف أقول رح نتأخر مكارين عزمتنا عالترويقة والغدا والعشاء. دخلك خولة انت ملاحظة انه اليوم في شي غريب صار؟ بلا بلاحظة، انت محمم بأول الشهر. وشو خاص الحمام هلا؟ انا عم بحكيك عن الجيران. معك حق، مدري شو بيقول انه من الصبح بيدقدقوا علينا وبيسألوا عنا وتصور وجيعها. ما تتعلي تسألني اذا بدي شي من السوق لتجيب لي ايه. نايلة صارت مسلسلة ثلاث مرات تسأل عني وتخبرني عن مشروع المحل التيب اللي عم بتفكر تفتحه. شي غريب، بدي شو صاير لهم؟ صايرين بحبونا جي جي، ما حدا بيسأل عنا. وخصوصي انت ما حدا طارقك.